أولا يعني نشكركم على الدعوة هذه، ولو يعني كنا تمنينا كانت تصير في الجزائر، صح يعني في التلفاز الجزائري، يعني كنا حرين باش نتكلموا، ولو نتكلموا على الماضي باش نحضروا المستقبل، خطر بلاد عمرها ما تأسس على الظلم، لازم تكون عندها أسس صحيحة متينة ماشي على الظلم والكذب. فيما يخصني أنا كنت محب الجبهة الإسلامية القاط، ولو ما كنت منخرط كنت متعصب. نصلي مسلم طبيعي، والدولة هي اللي فتحت المجال الديمقراطي، هي نظمت الانتخابات، وهكذا دخلت في القائمة تاع الجبهة الإسلامية القاط في البلدية، وكان لي الشرف باش نمثل الجبهة الإسلامية، ولكن تاريخ اللي عاشوه يعرفوه باللي بعد الانتخابات التشريعية الدور الأول جات جماعة حكمت الحكم، شاد لي نحاوه، لغاو مسار الانتخابي، نعم المسار الانتخابي وحتى ديمقراطي، وداو الحكم، وبدا من بعد لغاو جوستومون هذيك لاغريمون تاع الفيس والمجلة الجمعيات تاع الجبهة الإسلامية في البلديات ثاني تيك الغاوها. عندما أوقف المسار الديمقراطي سيدي حسن ما كانش عندكم نشاط خلاص ما كانش بعد كهذا. حد يعني إذن راس في 1993 في أول مرة أخذتك الشرطة، أي تهمة قدموها لك في الشرطة؟ الحقيقة أنا من بعد وليت نخدم في العيادة تاعي عادي. عاديا، و يوم من الايام جاوا الشرطه للعياده، كنت مازال ما وصلتش ليها، لقيت ذاك المعاون تاعي قال لي باللي الشرطه جات تحوس عليك، ما رحت ليهم، رحت ليهم داروني في الزنزان في السيلول، لقيت المجموعة كاين ماشي غير انايا، ومن بعد قاموا باستجوابنا، دارونا قال لك فوالا كاين واحد شبان 4 ولا 5 على بريش باللي يتهموكم باللي احنا نمولوهم، وخضعونا محضر وقدمونا بتهمة تهمة تمويل جماعة تمويل إرهابية. جماعة إرهابية. نعم. كداش بقيتوا في السجن المرة يعني الأولى؟ لا في كانت يعني قصيرة، قصيرة. كان مع يعني آخر الأسبوع واحد 3 أيام ولا، وقدمونا وكيل الدولة في الأربعاء، سمعنا وطلقنا ليبرتي بروفيزوار حنايا، ولكن هذوك الشباب اللي ما كانوش كانوا محكومين موضع ديبو، وشارعنا ومن بعد باش شكون هم الشباب هذوك. في الحقيقة الشباب هذوك قالوا ما عطاوناش الدراهم، ولكن احنا هذه المعلومات تحت التعذيب اللي تكلمنا، وكاين صح هما كي جاو يعني ما حتى ما خبأهمش ما خلاهمش حتى برا، ولا وجوههم معمرين بزرب يعني بالضرب، وكاين واحد حتى العظم تاع صباعه خارج منا. المفيد هما نكروا وقالوا باللي ما عطاوناش دراهم، احنا خرجنا براءة يعني، وهما طلعوهم دخلتوا السجن في يعني السجن. حكموهم السجن، وانا وليت العيادة تاعي نورمال، نحسب باللي يعني غلطة ولا على باليش، ومن بعد عرفنا باللي يعني الشرطة تاع المفتاح داروا قائمة وقالوا لهم باللي لازم تقولوا باللي هاد الناس يمولوكم، هذوك الشبان ما بغاوش يضربوهم حتى قالوا تاع التعذيب يعني ربي يغفر لهم. بعد انا وليت العياده تاعي واحد 3 شهور من بعد، هي يعني حكموني 3 مرات، اول سنه في وسط السنه تقريبا واخر سنه. بعد تفاجأت مرة ثانية. المره الثانيه في الحق في الليل جاه 12 تاع الليل، جاو واحد اون سيكسيون تاع الباراشوتيست كسروا الباب تاع برا، احنا نسكنوا مع البيت. تاع عمومي الباب لا بورت برينسيبال، نعم. من بعد طلعوا قلبوا في دار عمومي دار بابا، وانا نسكن في الدوزيام، ومن بعد وصلوا لعندي صوناو ملثمين ثاني تيك، دخلوا قلبوا شي حاجات داو شي حاجات، ومن بعد قالوا لي البس حوايجك، وداوني للكوميساريا تاع مفتاح تاع لا بوليس، وثم صبت ناس اخرين كانوا راح يجيبوهم، كل واحد جابوه وحده،
بتنا هذيك الليله صح تعاملت معها. غدو من ذاك كاين عسكر جاو من الجزائر بالبيتيار. عرفوكم امام قاضي ما قالوا لا لا مازال جاو عسكر من الجزائر بالبيتيار باش يدونا للجزائر يعني ما قالولناش تما بصح تما من بعد عرفنا بلي داونا للجزائر. كانوا راحوا جابوا زوج من الكازيرنات تاع لي باراشوتيست الفوق جايه في الجبل وحدها قبل ما نروحوا زادوا جابوهم لعندنا للكوميساريا. هادو جابوهم ساكن ثاني دايرين دي كابول بصح الدم يسيل من تحت لي كاقول وهما اثر التعذيب وجايبين هم يعذبوا فيهم حتى الكازيرنه في الليل الاخر لاصال تاع لا ريسبسيون مازالوا يضربوا فيهم. وحنا كي خرجونا من لا سيلول بداو يضربوا فينا بداو يضربوا فينا حتى حنا يعني هاني شفا شيخ البلديه كان قاعد في كرسي غير دخلوا زوج بداو لابس فيستا كبير واحد شدها من يد والاخر شدها من يد الاخرى وبداو يضربوا عليها وينحولوا فيها باش داوها له. واه داوها له هو فوق راسه فوق ظهره نحوها له يعني باش تشوف. المفيد بداو يعذبوا فينا داروا لنا ديكابول ربطوه من نار ديكابول على رقبه ويدين من اللور باش لو كان تحبط يديك تنخنق. طلعونا في البيتير وداونا داونا من بعد باش عرفت باللي بوزريعة هما داونا دابور الكازينات تاعهم العسكر لابسين كاكي وكلش تما غير دخلنا كاين ما نعرف شحال هما اللي كانوا يستناو دخلوا علينا بالضرب تعذيب ما على بالكش من يجيك الضرب راسك عندك كاقول ضربونا عادي ضربك الضربه الاولى الدوزيام دوخ طيح يزيدوا يبركوا علينا في الارض على بالك التعذيب وتزقي الناس تزقي ضربونا يعني ما نعرف عارف شحال الوقت حتى بردوا قلوبهم. انا قلت باللي خذاوا الثمن تاع السفر خاطر ماشي هما اللي سالونا ولا ومن بعد مدونا بالك كازيرنا ولا ماشي بعيد عليهم ثم لحقنا من بعد عرفت باللي هذيك تاع لا سيكوريتي ميليتير كيفاش عرفت من بعد من بعد احنا دارونا كل واحد احنا زوج داروني مع واحد ثاني ديك كنت ما نعرفوش من المفتاح اصله مصطيف هو جابوه مع هذاك الانسان اللي دبيتهم يعذبوا فيهم في الكازيرنا تاع لي باراشوتيست هما يسمك شغل قضيه وحده وحنا اخرين شيخ البلديه والامام وانايا شيخ البلديه والامام دارهم في جهه وانا مع هذاك السيد في جهه وكاين واحد اخر رحمه الله هذاك اللي حبطوني معاه للتعذيب ثاني بلاك اقول هو في الحق بداو فيه وكان مانيش عارف الا داوني باش يعذبوني بسيكولوجيك ولا مي هو من بعد عرفت باللي حرقوه بالشاليمو يعني ما خبيش عليك هو نهار الزقا انا صرعت كنت قاعد في الكرسي هكذا صرعت يعني ما حملتش الزقوة تاعو هذيك ومن بعد عرفت باللي عذبوه بالشاليمو هو عباد جمال الله يرحمه. المهم قعدنا واحد الاسبوع ولا 10 ايام تما وهذاك في اللي كان معايا ثاني ديك في لا سيلول ثاني عذبوه بالتريسيتي هذا اسبوع ولا 10 ايام تعذيب دون استنطاق انا شخصيا في هذاك الوقت ما عذبونيش بصح الاخوه اللي كانوا معنا عذبوهم كل يوم يدوا هذاك مسكين كان عنده لي مينوت كيديروا له التريسيتي كيجي لي مينوت داخلين في يدخلوا في يديه وكان تشوف كي دوك الصاله تاع لي رابور الاخر تشوف الحيوط معمرين دم الناس من بعد كي باش يطلقونا بون سنينا دي بي في وحنا كل واحد كيفاش طلقوه يعني وين تروحوا وين ما كانش عندنا درهم ما كانش كواغط قال لك ما نقدروش نردكم المفتاح خاطر انا كي باش يديروا لنا رابور واحد كي جا قال لي شكون يدير لك هذا يعني لي بلو بارتو قلت له شكون قلت له مسخر بيا قلت له انتوما قال لي انا هو كان عطله من بعد عيط صاحبه قال له شكون يدير قالوا جابوهم قال واحد نمرو رقم اذا في مكان اللي كنتوا فيه إيه؟ كاينه فرقه تجي من الخارج خاصه بالتعذيب حتى الفرقه الاداريه لا لا اللي لا لا على بلاش راكم عذبكم الله لا لا اللي عذبونا ماشي هادو اللي كنا عندهم التعذيب الاول لا باسكو كاين تما كان عذبوا تما التعذيب عنده درجات عنده فيها درجات هذوك باش هذاك تاع الاستقبال فقط لا فوالا هذاك تاع الاستقبال قلت لك خذوا التيكيات تاع ترونسبور هذاك يعذبك بلا ما يسالك وثم عند لا سيكيورتي ميتار يعذبك انتروغاتوار اه ما المفيد درنا لي بي في انا باش عرفت باللي كنت في لا سيكيورتي ميتار تاع بوزريعه انا قريت 3 سنين في ليكول نورمال تاع بوزريعه نعرف لا ريجون كي خرجونا بسيارات باناليزي يعني مصفح اه
مصفحه وشو اللي استفاد من الاول كاين هذيك لا لوكارن تاع الزجاج ديني كونتر بلاكي هو كي دار يعني بالزرب الكونتر بلاكي هذاك طاح كي طاح انا قعدت نشوف برا كنت غير وحدي يعني الشوفير والاخر ما يبانوش بديت نشوف بوزريعه اير دو فرانس ثم عرفت الحق شيفالي الحق انا قلت لهم انا حطوني اختي ما تسكنش بعيد حطوني قدام فقط لنشرح للمشاهد الكريم من فضلك المكان اللي ياخذوكم منه قد بعيد كيلومتر حوالي المركز اللي داوكم ليه اللي خذونا احنا خذونا من الدار من منجتاح 27 كيلومتر حتى 31 كيلومتر هكذا داونا البوزريعه وبعد قال لكم روحوا بعد خلاص واحد طلعوا في لوطورود واحد قال ما عندكمش دياركم يعني ماشي هما اللي جابونا وهما ما يردوناش بصح يعني شغل اللي ساعدونا شويه يعني قلت له اختي ما تسكنش بعيده وصلوني ابري دار اختي بصح ما نخبيش عليك انا كي حطوني في الكارت تاع اختي وكنت نروح ليها قريب يعني دائما ما عرفتش منين نروح الى هاك ولا هاك حتى سقسيت واحد قلت له طريق الحراش وين قال لي منا باش تبعتها ولحقت حوايجي معمرين دم ومن بعد كي رحت تدوش لقيت الجمل معمر جمل يعني حالات لا يرثى لها نعم ومن بعد هكذاك قلت بالك غلطه كي شفتك اختك عندما دخلت عليها وعلى جسدك وثيابك اثار التعذيب كيف كانت رده الفعل تاعها؟ هي ديجا كي شافتني حي فرحت فرحت شافتني ما هدرناش على حاجه اخرى حتى عيني حشمت باش تخزر فيا هكذاك بعد رجعت للبيت ثم رجعت للبيت وليت نخدم نورمال واحد النهار حتى واحد لابس سيفيل كان عندي ان باسيون مريض فوق الفوتوي دخل راسه عليا قال لي حكيم احنا الشرطه جينا ندوك انا كنت استنى نكمل المريض من بعد جيت نكمل ما قدرتش نكمل المريض خلاص المره الاولى كي داوني المره الدوزيام وانا كنت جوست في المره الاولى ما داوي لي والو رحت مطمئن بصح كي المره الثروازيام غير جاو على بالي واش يستنى فيا ما قدرتش نكمل ما كان واحد يعني مره يرمبلاسيني انا قلت له شوف كمل المريض انا راني رايح مع الشرطه وباش نقول له باللي رايح مع الشرطه يعني هو جاء من بعد في الكولوار في اللابوراتوار قلت له شوف تسمح لي خويا انت راك لابس سيفيل شكون اللي يقول لي باللي شرطي انت انا ماذا بيا نروح الى تاع شرطي بصح شكون اللي يقول لي باللي تاع شرطي خسر هكذا كاين اللي عندك الحق جبد البورتفوي تاعو جبد انا اورد ميسيون حقا ما قريتوش لورد ميسيون بصح شت لونتيت تاع نظام فاري روج هكذا واش عليه رحت معاه والامر بمهم هذا كان فيه الاسم تاعك ايه دوك سي اون اور دو ميسيون حاطين اور دو ميسيون المفيد جي في سامبلون دي لير بصح ما قريتش الكل المفيد رحت معاه في الطوموبيل اداني بلا توني تاع الخدمه قلت له خليني نروح نلبس حوايج هذا كان بمفرده ايه بمفرده ايه قلت له رحنا نجيب نلبس حوايج نورمال قال لي لا دوك بيفيه تولي هو كان بمفردي بصح من بعد تفكرت الوجه تاعو هو واحد ساعتين قبل ما نبدا الخدمه انا رحت للسوق وشتو جاي مع شرطي تاع البلديه يعني شرطي تاع الكوميساريا دو تاع مفتاح وهذاك الشرطي نعرفو احنا خدمنا في البلديه تاع الفيس كان عندنا علاقه يعني تاع عمل نعم تلاقيت بهم وقلنا السلام عليكم السلام عليكم ورحت للسوق قضيت وليت وهو جا معاه باش يوري له المكان من بعد شعرت باللي هو جا معاه صحه داونا كانت واحد لي ستافيت كانت مستاسيونيا شويه قدام الكوميساريا انا كي جابوني لقيت ديجا تما امام ولا شيخ بلديه ولا ما على بالي ديجا واحد تما حطوني يربطوك من بعد زادوا راحوا جابوا ثالث الامام وشيخ البلديه وانا كي كملوا تليفونا قالوا ميسيون اكومبلي وداونا بون داونا بعد باش عرفنا باللي في البليده بليده داونا تنزل تخرج للزنزان كاين يعني ثلاث انواع تاع تعذيب كاين لي سيلول منا ومنا كاين كولوار
بلاصه شويه عريضه فيها طابله فيها شفت لا دينامو تاع تريسيتي ومنها كاين لي تواليت هذيك تروح للمرحاض كاين تعذيب باللي شغل الدواء الصباح يخرجك تروح للمرحاض ويعطوك شويه ماكله على 12 يجيبوك الماكله واش من الماكله وفي الليل يضربوك كل ما يحلوا يضربوك هذوك الاساسين ما يسعلك ما والو برك لازم يضربك بلي مونش دو بيوش هذوك وكاين التعذيب تاع اللي يدوك بالواحد انا شخصيا فت الدوله شيخ البلديه شيخ البلديه بون عذبوش عذبوني سمعوا طبيح بصح شي وقت عادي يقول لهم قتلوني بصح يقول يشدوا بالخيط ولا مش عارف الذكر تاعو ويضربوه ضربوه الذكر كي كملوا معاه جا ويلوح لك ان بوندو تاع شمبراير تاع فيلو ولا باش ديروا على عينيك الحق الداله تاعي روح يقول لك ما تعرفش بالهضره تعرف يقول واحد كان على 10 ولا لا حوايجك لا حوايجك ديجا المواد ديسمبر ولا ما على باليش حاجه البرد في البليده حطوك فوق الطابله يرطوا لك يديك رجليك طالب هذيك تاع مار ولا حديد ولا بارده يرطوا يقول لك شوف قول لنا نتايا واش من ليكيب تاعك وانت واش من رتبه فيها واش من ليكيب تخدم معاها وانت واش من رتبه فيها يعني سبحان الله قلت له انا معاك ترتبه واش ويبدا خباطي كاين اللي يضربك بالركله بالراس انا زادوا المره الاولى تقبولي حشك وذني وزادوا تقبولي وذني في المره الثانيه ويضربوك الجسم كامل للراس ومن بعد لو سوبليس تاع الشيفون شيفون يقول لك كي ما تقدرش هز راسك نحبسو انت يا بون مع الاولى تجيك سهله تكون عطشان اشرب 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 بس ما يغلبك الماء تكون في حاله اللي راح يغرق لا فيك تعود راح تنصرع تهزز تهزز يحبس ينحي الشيفون الطان تسعل شويه تتقيل الماء الاخر كي تقول راك في ماتش تبردي الطان كي تقول له يا ودي ما نعرف والو زيد والسبان تزيد زيد حتى من بعد تولي انا قلت لهم اسمع علاش راك تعذب فيا قول لي واش تحب نقول لك نقول لك بلا ما تعذبني سهل قال لي لا قال لي احنا نضربوا وانت يا تقول بلا ما نقول لك واش تقول حل هذا وانت ما عندك واش تقول ما كنتش داخل في حتى منظمه انا في العذاب هذاك تفكر ترويشت كي دخل مرتو قال لها زغرتي راجلك مجاهد هو والو هكذاك انايا ما درت والو المفيد قعدوا هكذاك ومن بعد العذاب تولي تهدر يعني تنفون تدي قلت له اللي من الدراهم فكرت الله تفكرت على الاخ الله يرحمه قلت له من فلان شحال مديت جات 100,000 ما نش عارف نقول لك باللي في الحقيقه حبسوا عليا كيما قال لك في الشتاء البرد يزيد يرشك بالتيو انا وليت ما قدرتش نشد روحي يعني النفس ما تقدرش تشد مع كل شيء نحل يعني يفتح من بعد لبس حوايجي هكذا بالشماخ هذيك لا توني بعد زادوا عذبوا شيخ الامام تان مسكين كان تان ما ضعيف عذبوا فيه قلنا له واش ما عذبوكش ما سمعناش ما عندوش القوه حتى باش يعيط كيفاش تم التعذيب سامحني وهذا وكاين التعذيب الثالث هو التعذيب النفسي خاطر الصبح تقول كي شغل اللي راك درت الماراثون تلمو فمك ناشف عيان ما ترقدش مزقات تاع الناس اللي عذبوا فيهم الكامل اللي عذبوا كاين بزاف لي سيلول ما هنالك فرق تتداول تداول اللي الكامل يخدموا في الليل وما يخلوكش ترقد غير تسمع الانسان يضبح يعني مش يضبح تاع دار اكسيدان في الزنقه ولا يعني مانيش عارف ما صراخ تحت التعذيب ياه هذا صراخ تحت التعذيب اللي يقعد لك حتى الدرك وبالك شوف بالك يعني التعذيب الجسدي نسيته ولكن الصراخ هذاك اللي قاعد يعذب فيا للان وهي في حقك تعذب مره تتعذب طول حياتك مام هما ينحوا عليك العذاب كيما درك بصح الوجع والحاله تاعك راك تحت التعذيب طول الدهر